يقول: كيف عرف يوسف أن العام الثامن عام خير وهو لم يرد في الرؤيا؟ وحقا لم يرد في الرؤيا ذكر العام الثامن، يعني الله عز وجل قال: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فالملك الذي رأى الرؤيا في زمن نبي الله يوسف لم يذكر عام خير ولم يذكر عدد ثمانية باسمه، لكن كما بينا يظهر لي في لقاءات سابقة أن نبي الله يوسف قد علم أن لو كانت الأيام الجدب ثمانية، أعوام الجدب ثمانية أو تسعة أو أكثر، لا جاء العدد في الرؤيا، لكن لما توقف الرأي على السبع علم أن ما بعدها مخالف لما قبلها. علم نبي الله فطنة أن ما بعدها مخالف لما قبلها. فالملك يقول: سبع سمان، سبع بقرات، سبع سنبلات، كلها يحددها بالسبع. فإذا فرغنا من هذه السبع، السبع الأول والسبع التي بعدها، لو كان ما بعدها مثلها لما كان في الرؤيا معنى. ففقه نبي الله عليه السلام لفطنته وعلمه بالرؤيا الذي علمه الله إياه أن ما بعدها سيكون عام خير يختلف اختلافا كليا عما قبله. ولهذا قال في تعبيره للرؤيا: ثم يأتي بعد ذلك عام فيه، أي في ذلك العام، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فيه يغاث الناس بالمطر، وفيه يعصرون أي أن الأمر يتجاوز الحد فيكون الغيث عاما فيدر الضرع وينبت الزرع حتى يصل الأمر إلى الاستفاضة. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ونلحظ أن الجدب والديار جاء القرآن يذكره بالسنة، وأن الخير العميم جاء القرآن يعبر عنه بالعام. قال: تزرعون سبع سنين دأبا، لكنه لما ذكر الخير قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهذا يعني ليس على إطلاقه، لكن أكثر ما يعبر عنه العام بالشيء الذي فيه خير. وقد جاء عند المؤرخين غير أهل البلاغة، غير أهل البيان، لا يذكرون هذا، لكن المؤرخين مثلا يقولون عام الرمادة، مع أنه عام كان عام جدب وقحط، لكن لم يسمه البلغاء والفصحاء، إنما المؤرخون سموه عام الرمادة. وكذلك من قال من أهل التفسير أو من أهل التاريخ عن العام الذي سنة التي ماتت فيها خديجة رضي الله عنها ومات فيها أبو طالب، سموه بعام الحزن، إنما التسمية هذه واردة من مؤرخين، لكن أصحاب الصناعة اللغوية البلاغية من لهم علم باللغة لا يقولون عن مثل هذا بأنه عام. والله عز وجل لما يذكر ما فيه جدب يعبر عنه بالسنين. قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، فعبر عنها بالسنين. وفي الحديث: اللهم سنيك سني يوسف، ولم يقل كأعوام، لكن العام يعبر عنه في الغالب بالخير. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. فلما كانت الخمسين عام هذه مستثناء لم يقع فيها شيء، لم يعبر عنها بالسنين. وتلك السنين التي عانى فيها نبي الله نوح ما عانى من قومه عبر عنها بالسنين. والعلم عند الله يا أخي الكريم.